السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة وسلسلة تغطياتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين واستمرار زخمها رغم كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي ضد هذا الحراك الشعبي، حيث أمهلت ساحات الاعتصام الحكومة بضعة أيام للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة رافضين أي محاولات للالتفاف والتسويف أو إشغال البلاد بأزمات خارجية كتلك الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر من مقر إقامته في إيران من أجل الخروج في تظاهرة مليونية كما وصفها ضد الوجود الأمريكي في العراق، والتي أكد المتظاهرون أن توقيتها مثير للريبة وعدوها محاولة أو عدوها محاولة للإجهاز على الثورة بمثل هذه الذرائع. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، أهلا بكم دكتور. حياكم الله ومرحبا. وعبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات السيد عادل علي، أهلا بكم سيد عادل. أهلا شكرا مرحبا. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، إذا بدأنا مع السيد عادل علي الناشط في التظاهرات من بغداد. سيد عادل، رفضتم كناشطين دعوة مقتدى الصدر لتظاهرة مليونية يوم غد الجمعة، لماذا رفضتم هذه المليونية وما الذي قرأتموه فيها؟ يعني الحقيقة خلنا أوضح بعض الصور اللي قد تكون غير واضحة للإعلام وغيره. نعم. يعني أتباع التيار الصدري خاصة الكادحين والفقراء كانوا من البداية ويانا بالتحرير من أول اليوم، من يوم 1/10، وأيضا انطوا شهداء، وأيضا قناعاتهم وأفكارهم تغيرت وبدأوا يحسون أنه العراق هو الأصل قبل كل شيء. وهذا الجانب احنا تالفنا وياهم وتفاهمنا وياهم وعدنا لقاءات وياهم بالتحرير، مواقفهم عراقية بحتة. وايضا صار بعض التفاصيل انه احنا نعرفكم، ما عندنا اي اصطدام وياكم كعراقيين، ومن حق اي عراقي بغض النظر عن افكاره وقناعاته وانتماءاته، هاي موضوع ثاني لان التحرير بها كل هاي الانتماءات. فسؤالنا لهم صراحه انه الدعوه هاي بها نوع من الغرابه، بها نوع من الـ يعني التوجس. باعتبار انه مو انتم اللي راح تجون فقط تدخلون بالتحرير، راح تدخل وياكم اطراف سبق وان هددتنا، سبق وان اختالت وقتلت الى اخره. نعم. وبالتالي هذا راح يشكل تهديد، وقلنا لهم الخسران الوحيد احنا وانتم كمتظاهرين، يعني بغض النظر مثل ما قلت في البدايه عن الانتماء. فهم ابدوا استعدادهم، يعني ما ممكن واحد يمسكم واحنا موجودين. هذا انا احكي هسه عن عراقيين بغض النظر عن انتمائهم. القضيه بتقديرنا، القضيه بتقديرنا، وانا يعني حسبناها. من المعروف انه مقتدى الصدر هو رقم واحد بالعراق اللي يطلع مليونيه. وماكو غيره. مقتدى الوحيد اللي ممكن يسوي اعتصام مفتوح ويستمر ايام واسبوع واسبوعين. هذا المعروف بالعراق. المعادله اختلفت الان. من 1/10 الى اليوم المعادله كلها اختلفت. اللي يطلع مليونيه العراقيين. اللي يقدر يصمد اكثر ما يقارب 3 أشهر باعتصام مفتوح بحصار بتهديد، رغم الحصار والتهديد والاغتيالات والخطف. العراقيين. هذه الميزه، هاي الصفه اللي كانت يتمتع بها مقتدى الصدر مثل اللي انسحبت منه. يعني اكو طرف جديد اخر اهم واقوى والى فعاليه اكثر من هذا المعروف سابقا. كيف ستردون داخليا وعالميا؟ كيف ستردون كثوار على هذه الدعوه من الصدر للمليونيه يعني المشبوهه كما وصفتموها؟ يعني هي لحد الان غير يعني لحد الان بعدها ما محسومه، وانا اعتقد ممكن يصير بها تراجع بعد ما صار موقفنا الواضح، لانه نقراها سياسيا
سيد مقتدى الصدر ما يريد يخسر الشارع العراقي خاصة التحرير، لأنه هو أعلن من البداية أنه هو معاكم، معانا أقصد مع التحرير، وبالتالي أي مشكلة تصير مثل ما قلت هو الخسران أكثر أي طرف. فمن الممكن ينسحب، ومن الممكن تتغير الفكرة كلها، خاصة بعد رفض. مو إحنا ما نرفض أحد، إحنا من حق أي عراقي، لكنه التوقيت، المكان، هذه أمور أساسية بعمل أي قضية، بأي شغلة تريد تسويها تشتغل بها. نعم. الوقت والمكان، الزمان والمكان إلى دور فعال بها. إحنا مختلفين على هذه الشغلة، من حق أي عراقي. وبالتالي هاي ساحات العراق موجودة، مثل ما سووا الباقيين، راحوا الظاهر بغير مكان، احتصموا بغير مكان، لأنه هذا مال العراقيين، مو مال أحزاب ولا ميليشيات ولا ولا. وإحنا أصلا مشكلة. نعم سيد عادل، للأسف فقدنا الاتصال مع السيد عادل، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. دكتور رافع، أكرر لك التحية مرة أخرى. حياك الله. يا مرحبا. ما تعليقك على ما قاله السيد عادل علي؟ المعادلة اختلفت منذ 11، كان قبل يعتقد أن الصدر هو الذي يجيش، لكن الآن العراقيون باتوا هم الذين يملؤون الساحات بالمليونيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واقع حال حقيقة، وما قال واقعي جدا جدا ومنطقي وحقيقي وملموس على أرض الواقع. كان واقع الحال يعتقد التيار الصدري يعتقد أنه الوحيد اللي يفعل ذلك أهل العراق هم الذين الآن يعني يمضون بالمليونيات ويخرجون بهذه الأعداد الكبيرة. هذه القضية انسحبت، ما عادت ملك إلا للعراقيين. يعني بعد ثورة تشرين، من 21 أول لغاية الآن، لمسنا من يخرج هذه التظاهرات هم أهل العراق. مهما كان انتمائهم، انتمائهم الوحيد الأساسي وهو العراق. أصحاب الهوية الواحدة الجامعة هم الذين يستطيعون أن يخرجوا كل هذه المليونيات، ويستطيعوا أن يديروا هذه التظاهرات، يديروا هذه الثورة. الثورة ملكهم. من يزاود عليهم سيخسر. وأنا قلتها وأقولها مرات كثيرة، هذه القوى الأمنية، القوى الميليشياوية، القوى اللي تدعي أنها تتظاهر من أجل العراق، باستطاعتها بالسلاح وبميليشياتها أن تزيع كل المتظاهرين. أن تفعل مجزرة وأن تنهي آلاف منهم وتنهي، لكن هل هذا سيكسبها شيء؟ بالعكس، هل سينهي الثورة؟ أبدا، ستشتعل الثورة في كل مكان. وسيخسرون الجميع، سيخسرون. الضغط على الثورة الآن، الثورة تجاوزت مرحلة الخطر، هذه كانت مرحلة الخطر في أول 10 أيام 15 يوم انتهت. الآن الثورة عبرت إلى ضفة أخرى، الآن صارت حالة واقعة بالعراق، صارت رقم صعب لا يمكن إزاحته بأي طريقة من الطرق. الآن الثورة هذه تهدد كل العملية السياسية، كل هذه المنظومة السياسية. من يحاول الاقتراب من عندها، من يحاول أن يضغط عليها بالطريقة التي يعتقدون أنهم الميليشيات، هذه التهديدات اللي سمعناها خلال اليومين الماضية أنه سنمضي بهذه التظاهرة وسنزيع أصحاب الجوكر، هذا الكلام والبعض منهم شتمهم وشتائم يعني من يعني بنابية وبلغة لا يمكن تقبلها، لغة غير عراقية، غير إنسانية، غير أخلاقية. كل هذا واتهامات باطلة، كل هذا لا يستطيع أن يفعل شيئاً. هذه تهديدات، مجرد تهديدات، مجرد تخويف، لكن لن يستطيعوا به. الناس اللي جربت أن تضع نفسها أمام الرصاص وأمام القنابل، تحمل كل هذا وتقدم كل هذه الدماء، قدمت لحد الآن 27,000 بين شهيد وجريح. هؤلاء قادرين أن يصمدون لسنوات، عندهم قضية، عندهم أهداف، عندهم هدف واضح أمامهم رايحين إلى بكل ثقة وبكل تصميم وكل عنفوان. هؤلاء لا تهزم هاي تظاهرة مليونية، ما عادت تهزم. هم يقدرون أن يعني يسيروا مليونيات، الشعب كله وياهم. الآن أنت عندما تضع خارطة الشعب وترى وين تأييده، ستجد أن الشعب العراقي غالبيته العظمى 95% من عنده وأكثر يؤيد هذه التظاهرات. وهو من ما ظل بيت مزار التحرير وما إلى يد بيها، كل العراقيين، لأن كل العراقيين متضررين،
ومتضررين من العملية السياسية وأحزابها وقواها. فبالتالي أي قوى من داخل العملية السياسية ترتبط بالعملية السياسية تدافع عن العملية السياسية هي قوى منبوذة، وهي تريد للعملية السياسية البقاء وتريد للثورة أن تجهض. هذه الحقيقة. فلذلك ما قال الأستاذ عادل حقيقي جدا جدا، وسحب يعني البساط من تحت أقدام الجميع وليس مقتدى الصدر فقط. من الجميع لا يستطيعون، وسبق وأن هددت هذه الميليشيات أن تسير مليونيات ولم تستطع أن تلم إلا مئات ربما مئات. لا يستطيعون الآن، الشعب غير شكل، الشعب وعى، مستوى الوعي الآن منسوب الوعي عالي جدا. القضية غير قضية، ما بعد 11 لا يشبه ما قبل 11 نهائيا، وعليهم أن يدركوا هذه الحقيقة. التغيرات التي حصلت تغيرات كبيرة وجوهرية وبالعمق لا يمكن تجاهلها. من يتجاهلها غبي، لا يعرف الواقع، لا يستطيع أن يتعامل مع الواقع وسيخسر. فهذه الثورة ليست حالة شاذة، ليست حالة طارئة على العراق، هذه ولدت من رحم المعاناة، من رحم الأذى، من رحم السوء، كل هذا اللي تحمل الشعب العراقي وخرج به هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الشباب الجميل الرائع، وقدم كل هذه التضحيات تحت مسمى واحد، تحت هوية واحدة هي العراق، تحت علم واحد. هؤلاء لا يمكن أن تقهرهم تظاهرة، ميليشيات تحاول هنا، قنبلة هناك، يختطفون هنا. وأنا لا أتكلم عن ساحة التحرير فقط، أنا أتكلم عن كل ساحات التحرير في كل المدن العراقية، في البصرة، في الناصرية، في النجف، في كربلاء، في الديوانية، في كل المحافظات. كلهم نفس الوعي، نفس الإدراك، نفس القابلية. ما يحصل في الناصرية يؤثر على ما يحصل في بغداد، وما يحصل في بغداد يؤثر على النجف وكربلاء وهكذا. سأعود إليك بعد قليل دكتور رافع. أستاذ علي، أستاذ عادل عفوا، يعني مقتدى الصدر، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين ذكرت في بيانها بعد دعوة الصدر لمليونية أن الدعوة التي تخرج من الأراضي الإيرانية دعوة مسيسة. كيف لمقتدى الصدر أن يدعو إلى مليونية من داخل إيران، من داخل قم، وهو يعلم ويسمع جيدا أن الشعب العراقي يرفض الوجود الإيراني، ثم بعد ذلك يطالب بمليونية للتنديد بالتواجد الأمريكي ومحاولة طرد الوجود الأمريكي من العراق، فقط الوجود الأمريكي؟ يعني ألا تثبت للعراقيين الجهة التي ربما دفعت مقتدى الصدر إلى الدعوة بمليونية أو إلى مليونية، وحتى وجوده بالأراضي الإيرانية؟ يعني هذا الموضوع ألم يثر استغراب الناس الذين يتابعونه حتى أنصاره؟ لا طبعا، احنا هنا نتحدث معاهم، مع انصارهم، وجدتكم كادحين وفقرة وقلوبهم ويانا وعلاقاتنا طيبة، وتعلموا من عندنا الكثير، وبدأوا يستشعرون انه المرجع هو العراق، هو الشعب العراقي، هو الوطن هذا المشروق من عندنا، وعندهم استعداد يضحون مثلنا وضحوا مثلنا. فهذا يثير يعني احنا كعلمانيين مدنيين مرجعنا العراق، ما استغربنا بقد ما استغربوا الانصار الاخرين، انصارهم اللي استغربوا من هذا. انا بتقديري هي خطوه سياسيه قد تكلف سيد مقتدى تكلف الكثير. خطوه سياسه انا هسه دا احكي يعني مو هذا، راح تكلف الكثير اذا فعلا اصر على هذه الدعوه. إذا أصر عليها واصلت تقديري راح هو الخسران. وبالمناسبة أنا ما أدعو إلى التخويف من هذه التظاهرة، متأكد ما راح يصير شيء، يعني أقصد تجاوز أو ضرب أو اعتداء على المتظاهرين، لأنه يعرفون كل الزين. أي متظاهر يقول بهاي المليونية المزعومة صار اعتداء على أي واحد، بس يكتب بالكيس أنه انضربت أو صار اعتداء عليه من هاي الجهات، من هاي الأطراف اللي المزعومة المليونية، راح تكلفهم الكثير، وراح تكسب الشعر، حتى اللي متعاطف وياهم راح يتعاطف ويانا. هم حذرين ويخشون هاي الشغلة، كلش يخافوها. يعني أنا تقديري قراءتي للساحة ما راح يصير شيء ذاك اللي يخوف، وإذا صارت فعلا فالخسران مو إحنا، هم يعني هيك قراءات سريعة بأفكار الناس البسيطة. ما كل يوم أنا تشم على السنك على الجمهوري سعادة على المطعم بنسولف بالموضوع. كثير الشباب، هذا الشاب البسيط اللي عنده شغلة واحدة اسمها العراق، يضحك
يقول لك خل شي يسوون يسوون، ما راح يأثرون علينا، وبالعكس الناس راح تصير تجانبنا. وفعلا كثير اشياء مارستها هاي الميليشيا اللي هي عندها ايضا جمهور كبير، مو قليل، نعرف احنا اليوم جمهورهم، هم خسروا جمهورهم، خسروا انصارهم، خسروا اتباعهم، وهاي المجاميع البسيطه اللي كانت مؤمنه بهم الان تحولت إلنا. وهذا بالمناسبه اذا صارت، وانا تقديري ما اعرف، عندي احساس انه ممكن يتراجعون عنها، لانه بعد قراءه الساحه وبعد اللي نشرناه احنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاحاديث العامه، من الممكن ينسحبون وهم يعرفون كل زين مليونتهم ما راح تحقق شيء. هاي واحد. قضيه امريكا وغيرها، انا تقديري اللي يريد يطلع امريكا قبلها، قبل يطلع امريكا وقبل يطلع اي اجنبي بالعراق، خلي بالبدايه خلي يطلع في هاي الحكومه هذه الاحزاب الفاسده من السلطه، وما حد راح يضرب ولا واحد يتدخل بالعراق. القضيه هي يمنا، مو يم امريكا ولا يم ايران. صدقني لو اكو ناس وطنيين هسه نقبل بيهم فاسدين وفاشلين، بس وطنيين خلينا نعتقد، خلينا نتصور هذا الافتراض، خلينا نفترض هذا الافتراض، صدقني لو وطنيين هم ما حد يقدر يتجاوز، بس ما يخالف نقبل بفاسد وفاشل، هذا على سبيل المثال طبعا ما نقبل اكيد. بس حتى هذا الصفات ممكن مقبوله اذا بيها روح وطنيه، بحيث لا ايران تقدر تسوي شيء ولا امريكا ولا اي دوله اخرى. فالقضيه قضيه حكومه، قضيه السياده وما اعرف شنو هاي الكلمات المصطلحات هذه، مو يعني سببها امريكا تجاوزت على سيادتها او ايران تدخلت بشؤوننا، لا، اكو مجموعه وازرع سميناهم الذيول، بني ذيل اعتقد مره. بني ذيل هم اساس المشكله، وبالتالي اذا نريد سيادتنا ونريد وطننا ونمنع اي تدخل اجنبي، اول خطوه هي ازاحه هاي الصدمه، هاي الفاسدين، هاي الفاشلين اللاوطنيين، وبالتالي حتى امريكا مجبوره تحترمنا. وانا اعتقد المستقبل انه حتى لو اي شيء يصير، المستقبل انه والدول والعالم بدات تحترم الشعب العراقي، الصوره القديمه انه شعب ميت، شعب لا ابالي، هذه انتهت الصور، والعالم بدا يتعامل ويانا كشعب حي، جيل جديد، افكار وقناعات ووعي وانتماء وهويه عراقيه، وبالتالي يعني بالنتيجه انا تقديري على العالم مجبور ان يحترم هذا البلد. طيب. واعتقد من يصير الاحترام، من يصير هذا التقدير، الامور كلها تتغير. يعني احنا دا نشتغل، ما نتمنى، دا نشتغل على التغيير. الظروف مرات الذاتيه ما تساعد، الموضوعيه يجوز اقوى، لكن بالنتيجه مواصلين مواصلين مواصلين. خليك يا استاذ عادل، ساعود اليك بعد قليل. دكتور، يعني وصلت المرحلة بالناس انه يقول لك حتى لو على سبيل المثال، حتى لو وطني بس شوية فساد عنده ممكن نرضى به، ولا نرضى بهؤلاء الموجودين بالسلطة الآن. هؤلاء هم سبب الخراب. يعني قبل هذا استاذ محمد، يعني احيي الناشط اللي حضرتك الآن تتصل بيه على عقليته، على هاي العقلية الجميلة، وهذا يبشر بخير، يبشر انه العراق بخير. وان رؤية الثورة رؤية صحيحة، وأهدافها واضحة، وهي ثابتة، وأقدامها ثابتة بالأرض، ورأسها في السماء، واستمضي إلى أهدافها. هذا الفكر المنفتح، هذا الفكر، القراءة الواعية، القراءة المنضبطة والواعية والدقيقة والوطنية، هذه يعني أحييه عليها، وهذه هي اللي نفتقدها الحقيقة. نعم، أنت قبل أن، مثل ما قال الأخ، قبل أن تفكر في إخراج الأمريكان، أنت عليك أن ترتب بيتك. يعني دعني أعطي مثال، أنت تريد الشارع أن يكون نظيفا، فبالأساس أنت من المفروض أساسا أن يكون بيتك نظيف. صحيح. أنت تبدأ في بيتك، تنظف بيتك وترتب بيتك، لأنه حتى يكون عندك استعداد داخلي وقناعة داخلية أنت نظيف. أنا لا أقصدك، يعني أقصد البيت. آسف جدا أعطي المثال بهذا الشكل. واضح. البيت يجب أن يكون نظيف، وقناعات أهل البيت أنه بيتهم نظيف، وقادرين أن يعملوا بثقة وباندفاع لتنظيف الشارع. لكن نذهب للشارع ننظفه ونطالب بتنظيف الشارع وبيوتنا وسخة ومليانة قاذورات، هذا الشيء لا يقبل.
أنت لديك حكومة ولاءها للخارج، ولاءها متذئب ناوهنا وأجندات ولا ولاء للعراق. نعم. فأنت تريد تزيح هذه الحكومة وهذه العملية السياسية بكل ترتيباتها الطائفية والتقسيمات، تزيح هذه حتى تأتي بحكومة بنظام سياسي وطني. نعم. وبالتالي هذا النظام السياسي هو من سيفرض على الآخرين احترام العراق واحترام سيادته واستقلاله. نعم. هو استقلال العراق وسيادته لماذا انتهكت؟ يعني من عام 2003 لحد الآن، لأن الحكومات صنيعة للآخرين وهي أجراء عند الآخرين. هذه الحقيقة. هذه القوى السياسية في العملية السياسية أجراء عند الآخرين، فلذلك لا يحترمونهم، وبالتالي لا يحترمون لا سيادة العراق ولا استقلاله. ولا إيران تضربنا بصواريخ، وأمريكا تقتل ما أعرف منه، وأمريكا لديها قواعد وإحنا غير قادرين على حماية أنفسنا. لماذا؟ لأنه تعرف أنه من يحكمون العراق هم أجراء. نعم. ولديهم مشاريع، ولديهم أجندات خاصة، ولديهم عصا تحركهم وجزرة تحركهم بهذا الاتجاه. فأنت يجب أن تذهب إلى الحكومة، وهذه الثورة لذلك هذه الثورة مباركة واضحة وحقيقية وأهدافها واضحة. نعم. أنت تذهب إلى الإطار السياسي، تزيح هذا الإطار وتشكل حكومة بقوانين، برؤى وطنية، بمشروع وطني، بالتالي الآخرين هم سيحترمون قراراتك وسيادتك واستقلالك. وذاك الوقت تطلع الجميع. نعم. لا تحتاج أن تهتف ضد أمريكا، وإذا أنت هتفت ضد أمريكا شنو أنت مؤمن؟ يعني أمريكا ديمقراطية؟ إذا طلعت مليون صح أو كلا أمريكا راح تغادر؟ ما أمريكا من 2003 لحد الآن هي موجودة بالعراق. ليش خرجت من العراق؟ زين مقاوموها الناس واعتبرتوهم إرهابيين. نعم. ليش ما قاومتوا إياهم؟ وين مقاومتكم الأمريكان؟ ما أنتم كنتوا معاهم، وافقتوا على الاتفاقية ب 2008 وصفقتوا لها الاتفاقية. نعم. الآن صارت عندما ضربت وإيران والمناكفات هذه صارت متدخلة وإيران ما متدخلة. هذا الكلام ما عاد الشعب العراقي، يعني بعد 11 بعد هذه الثورة منسوب الوعي، أنا هذا قلته، منسوب الوعي ارتفع جدا جدا. هذا الشباب عاد العراق إلى الحياة. نعم. هذا الفكر اللي تحدث به الأخ ضيفك، هذا فكر يعيد للعراق الحياة. وقف هذه الجثة اللي كانت يعني مطروحة على الطاولة والكل تقطع بهذه الجثة وتأخذ حصتها وتبيع بها وتساوم بها والتاجر بها. انتهت هذه القضية. الآن العراق وقف على رجليه، وقف ينزف بأمراض. نعم، هذه الثورة ستعالجه وقادرة أن تعالجه وتوقفه العراق ويمشي طريقه، بس يحتاجون إلى أن يزيحون هذا الإطار السياسي الخرب الأجير للآخرين، وسيأتي استقلال العراق وسيادته. هكذا تأتي، نظف بيتك واخرج للشارع. طيب. لا تروح للشارع وبيتك مليان هذه المصايب. وإحنا دائما منقول يعني، وهذا المثل يقول لا تضرب الناس بالحجار وبيتك من زجاج. لا. فأنت بيتك مو نظيف، فأنت أنت تحتاج إلى أن تنظف بيتك، ترتب بيتك، تقعد تمام، وبعدين تخرج للآخرين وتخرج للشارع. هذه هي الحقيقة. سأعود لك بعد قليل دكتور. أستاذ عادل علي، المشاهد اليوم في قطع الطرق من قبل المتظاهرين، يغلقون جسر المفوضية في محافظة المثنى، وتقاطع قرطبة في بغداد، وغيرهما من المحاور الرئيسة في المحافظات. هل ما نراه الآن هو بداية التصعيد السلمي من قبل المتظاهرين؟ يعني هي احنا دائما نتواصل ونتفاعل مع المحافظات، وهذه وبالتالي اجت دعوة من محافظة الناصرية انه مصعد بعض الاشياء يعني قليلا للتنبيه، للتذكير، للتحذير. فالدعوة بدت من الناصرية، وتجاوبنا تقريبا معظم المحافظات تجاوبت وياها. وبغداد اليوم 7 الصبح كانت على الطريق السريع يسموه محمد القاسم ومناطق اخرى، والطيران تضمن يعني عملية تحذيرية تنبيهية، شو خلي يفهموها يفهموها. وعندنا إمكانية أن نصعد أيضا، بس إحنا نريد السلمية. إحنا جايين وياكم مع الدستور، الدستور دي يأكد على شغلات وإحنا ما راح نتجاوزها، حتى يعرف العالم إنه إحنا مو فوضويين، ولا ناس ما نعرف بالسياسة، ولا ناس ما نقرأ ونكتب، لا كل شيء نعرف، كل شيء نفهم ونحلل ونفتك الأحداث، وعندنا صور واضحة، وعندنا براثن، وعندنا خارطة الطريق للمستقبل، فكل شيء موجود. يعني على سبيل المثال إحنا كانت عندنا شروط مواصفات للرئيس الوزراء القادم، وإحنا نطمع يطلع من يمنا، وهذا شوية بها جدلية،
بالتالي اليوم يعني هذا الاسبوع او العشر ايام المضت طرحنا فكره جديده انه الشخص اللي ممكن يكون رئيس وزراء بالضروره يكون يكون شخص الى احتراف دولي، عنده علاقات اقليميه محترمه، علاقات دوليه محترمه، لانه احنا ما نقدر ايضا نسبح وحدنا، اكو عالم، اكو طرف ثالث باللعبه. احنا كمتظاهرين لو حكومة وأحزاب فاسدة لا وطنية، وأكو على أكو مجتمع دولي اللي متمثل الأمم المتحدة، الأمنستي، المجلس الأمن، البرلمان الأوروبي، هذا طرف ثالث موجود. إحنا دا نتعامل حسب القواعد الإنسانية خلنا نسميها، وعلى العالم أن يفهم أنه إذا أكو قواعد إنسانية، قواعد أخلاقية بالعراق فهي تمثلها الساحات الاعتصامات مو الحكومة هذه. وهذا احنا دا نشتغل عليه. فضفنا صفة اخرى انه هذا رئيس الوزراء يقدر يتعامل مع هاي المنظمات الانسانية الدولية، المجتمع الدولي، حتى تعشر عقبة، لانه هم الطرف الاخر بالتأكيد هو من يعني عمليا هو يخسر صوته ونفوذه، يخسر الاموال، يخسر كل شيء، فما راح يتنازل بسهولة. وعندهم خطط بديلة، ولأنه هم أصلا لا أخلاق ولا قيم وما عندهم أي شعور إنساني، فراح مثلا يحاربونك اقتصاديا. مو يحاربون التحرير، يحاربون الناس البسطاء الفقراء اللي خلفنا، من يقطعون الطحين عليهم. وعندهم الإمكانية، عندهم الاستعداد. تخيلوا يعني واحدة من خططهم إذا إحنا أخذنا السلطة وترشح شخص مناسب إنه، راح يحاربونه مو بشكل مباشر، راح يقعدون اسعار الطحين. يعني هذه وحده من الشغلات اللي لا انسانيه اللي راح يستعملوها. راح يستعملون الطحين اقل تقدير، وهذا الانسان البسيط الجائع اللي اطفاله ويقول لك رجعوني على والعدس، مثل ما احنا نحكي هنا بالتحرير. يعني من توصل مرحله المجاعه اللي ممكن يسووها عندنا. بالتالي احنا لازم يكون الشخص القادم لرئاسه الوزراء يقدر يحل لنا اي خسارة اقتصادية. يجب بالضرورة تكون عنده علاقات محترمة، هذا نأكد عليها. يعني يتعاملون وياه باحترام تمثيلا للشعب العراقي. هذا سيد عادل، يعني حسب الظروف اعطيتم مهلة، اعطيتم مهلة للحكومة في حال عدم استجابتها لمطالب الثورة. هل تعتقد ان الحكومة ستستجيب لمطالبكم في المدة التي حددتموها، في ظل طبعا التعنت المستمر الذي نشاهده من سلطة المنطقة الخضراء؟ لا، انا ما اعتقد راح يستجيبون. يعني تقديراتنا انه هم باقين للحظة الأخيرة، هم تقديراتهم انه احنا نصمد الوقت بدا يحسوه انه يصير الاف جانبهم ما راح يوافقون، وبالتالي احنا ايضا ما راح نسكت او نبقى بهاي الحالة، لانه صارت الظروف صعبة جدا. راح يعني بالتاكيد اكو شيء جديد، واحنا يوميا في نقاش، في قعدات، في اجتماعات، نقارب الرؤى، ننضجها، نغربل الاحداث كلها، ونطلع يوميا بنتائج ايجابيه. تقديرنا احنا ايجابيه، قصدي تخدم الثوره، تخدم الانتفاضه والمحتصمين. زين نشتغل، ظروفنا صعبه، مو سهله، ابدا مو سهله. هم بدوا يحاصروننا. تعرف شو يسوون؟ اي شخص كان يدز لنا اكل او خبز او مي ما يجون، يعني بالاضافه الى الخطف والقتل وغيرها، لا بدوا يقتلون دول الاشخاص اللي يدعموننا، بدوا يهددوهم باطفالهم. شوف العمليه، قلت لك هم لا انسانيين، لا اخلاق، لا قيم. الظروف صعب، الظروف، بس هذا الجيل عنيد 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 مو طبيعي. يعني ما ممكن يقول لك لو اجوع، لو ابقى بدون جواري، لو ابقى بحذرت هذا، لو ابقى بدون قمصله، باقي وباقي، ولازم اغير شيء، لازم يصير تغيير. هم قلت لك يعولون على الوقت، على الحصار الاقتصادي اللي هسه بدينا نحس به. بدينا نحس به يعني حقيقه. ودا يشتغلون بطرق، تعرف هم يملكون المال ويكونون يكون السلطه والنقود والتخويف والميليشيات. بدأوا يضغطون على الطرف اللي يساعدنا، اللي يغذينا. رغم هذه اكو ناس تساعد، اكو ناس توصل لنا قدر الامكان بطرق ملتويه، قلنا احنا ندور، يعني ندور طرق اخرى بحيث ما تاثر على الداعم انه.
ومثل ما قلت لك الامل مو بي انا ولا بغيري، الامل بالجيل الجديد الشباب اللي عنيد وعنده استعداد ما ينسحب ما ينهزم، صعب ينهزم، ولازم يعرفون انه هذا الجيل ما ينهزم نهائيا اللي يعطى هذه الاعداد من الشهداء والجرحى والمعوقين وتحمل هذا الجو والبرد والحر قبلها والغاز والى اخره، ينهزم ولا يتراجع. خليك ويا سيد عادل، ساعود لك بعد قليل، ابقى معي قليلا. دكتور، يعني حقيقة كلام مؤلم عندما نسمع أن قضية حصار اقتصادي على ساحات التحرير وعمليات اغتيال واختطاف لكل من يحاول أن يدعم المتظاهرين بأي شكل من الأشكال. هذه الحكومة، هذه السلطة، يعني إلى أين وصلت بهذه المرحلة لتجعل الموضوع عبارة عن تجويع حتى الموت للمتظاهرين؟ لا، هي واصلة إلى هذا القرار من أول يوم. والتظاهرات والمتظاهرين الشباب يعرفون هذه الحقيقة. اللي تحدث به ضيفك الناشط هو يعرفون، يعني مثل ما يؤكد هم يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون سيصلون إلى هذه النتيجة، سيصلون إلى هذا الوضع. يعني هذا ليس مفاجئ، ليس غريبا، هم يعرفون هذه القوى دخلت من أول يوم ضدهم كعدو. يعني هي ترى هذه الحكومة وميليشياتها وأحزابها شافت الشعب عدو من أول يوم، كانت تنظر لهم كعدو، لذلك واجهتهم بالرصاص والقتل وهذا اللي شفناه، القناصة والاعتقالات والخطف خارج الساحات، وهذه كلها شفناه. وزجوا بالميليشيات تدخل المندسين والسكاكين والمواس، هذه كلها موجودة. فوصولا إلى قطع التموين عنهم هذا كله متوقع. بالنتيجة أنت لديك من أول لحظة إلى آخر لحظة، إلى أن تحقق الثورة أهدافها، تحقق هدفها وتبدي تبني، أنت لديك صراع إرادات، صراع إرادة، إرادة الثورة، إرادة العراق، إرادة الخير وإرادة الشر، إرادة هذه القوى المملوكة جراء عند الخارج المستفيدين. هؤلاء يعرفون أنهم يدافعون عن حياتهم، يدافعون عن مكاسبهم، يعرف أن هذه الثورة ستزيحها وبالنهاية ستقود إلى المحاكم، ستنال منه، إما سيهرب أو، وبالتالي هو دافع عن هذه المكتسبات. هو لآخر لحظة هو متمسك بالكرسي ويعتقد أن ما تتكلم عنه الثورة، الأهداف الثورة بعيدة جدا، ومن في الثورة، من مؤمن في الثورة يعرف أنها قريبة وقريبة، يرونها بعيدة ونراها قريبة، وهذه الحقيقة، هي قريبة جدا، لكن تحتاج في صراع الإرادات هذه. كلما صمدت الثورة كلما ازداد الآخرين، الطرف الآخر كلما ازداد خوارا. كل يوم يمضي هو يأكل من جرف الآخرين، لا يأكل من جرف الثورة. تمتد الثورة وتتعمق وتزداد. نعم، ستواجه، هي تواجه من أول يوم ظروف صعبة، وهي هاي الدماء اللي طتها، التضحيات اللي طتها للسهلة، هذا الشباب 1000 شاب هذا انقتل بالناصرية وبغداد وبالنجف، هذه الشباب الحلوة هذه مو سهلة، هذه عوائلهم وهذه الشباب وهذا المستقبل، هذا مو سهل. ثانيا، هذه الدماء فرضت على الآخرين اللي بالثورة بساعات الثورة، فرضت عليهم التزامات أكبر. لذلك الثورة تطورت، الفكر تطور، الأهداف تطور، سقف المطالب تطور، وبالتالي قفل عنده أنه نريد وطن، نريد وطننا، نازل أخذ وطني، نازل أخذ حقي، نازل أخذ وطني. هذه لم تصل، يعني هذه الفكرة، الفكرة هذه الرائعة، نريد وطن، هذه فكرة يعني ما وصلها إلا الثوار، الثوار اللي عارفين طريقهم واللي يجب أن يحققوا أهدافهم، وهذا مرعب الآخرين. فبالتالي يقطعون عليهم الطرق، يحاصروهم، هذا شراء لوقت، الطرف الآخر يشتري الوقت، لكن شقد هذا الوقت سينتهي بالنتيجة. أنت بالنتيجة، أعود مرة أخرى، ربما هو العامل الأساسي، هذه الثورة ستستجلب العامل الدولي شاء وما به، هذا العامل الدولي سيأتي صاغراً ويحيي الثورة ويقف معها شاء أم أبوا، مو إيماناً بالثورة وإيماناً بالعراقيين لأجل عيون العراقيين لأجل الحق أبداً، لكن مصالحه أيضاً. هذا العراق بلد مهم جغرافياً، سياسياً، جيوستراتيجي، هو بلد مهم جداً. فبالتالي هذه الدول، المنظمات، كل هذه الشركات، العالم لديها مصالح في العراق، بالتالي تنظر إلى الساحة، ستجد أن هناك قوى سياسية لا تستطيع أن تتعايش مع هذا الشعب. هذا الشعب كله ضده،
هذا الشعب من خرج الثورة، أكبر ثورة بتاريخ العراق بتاريخ العالم لحد الآن، عبرت الثلاث أشهر، ثلاث أشهر ونص ماكوش ثورة بالدنيا، الناس بالشوارع صار. فهذه بالتأكيد ستصل إلى حالة نقطة العالم كله سيأتي مع الثورة، لأنه بالتالي هو يريد أن ينهي هذه الحالة، لا يمكن أن يقف مع هذه الحكومة وأحزابها والقوى لتقمع هذه الثورة وتعمل مجزرة وتقتل الشعب كله، وبالتالي ماذا سيحصل؟ خسرت الثورة، انتهت، انكسرت الثورة لا سامح الله. هل تستطيع هذه القوى التي بالعملية السياسية أن تتعايش مثل ما كانت تتعايش قبل 11 بالشوارع وتبني مقرات مثل قبل؟ أبدا، انتهت هذه القضية، انتهت، لأن الثقة فقدت نهائيا والرؤية واضحة الآن. فبالتالي القوى لديها عقلانية، لديها رؤية، لديها مصالح، ستفكر أنها ستقف مع الثورة، أنها ستقف مع العراقيين، والعراقيين سينشؤون نظاما وطنيا يعرف كيف يتعامل بعقلانية، بعلاقات طيبة، بعلاقات متوازنة، بعلاقات احترام وود مع الجميع، بمصالح منفتحة، برؤى منفتحة. وهذا هو هذا المنطق، وهذا صيرورة الواقع هكذا. وهؤلاء يخسرون، يحاصرون، يدزون ميليشيات، يدزون مظاهرة، بالنتيجة هم يلعبون في الوقت الضائع. سأعود لك بعد قليل دكتور. أستاذ عادل، لماذا برأيك تصر الحكومة والميليشيات في العراق على استخدام الأسلوب القمعي في التعامل مع المظاهرات، رغم أن هذا الأسلوب لم ينجح ولم يثبت حتى هذه اللحظة نجاح بحيث أنه يمكن أن يقمع أو ينهي تظاهرات ثورة تشرين؟ يعني هم الوحشية، ماكو عقليتهم المتحجرة، وحشيتهم، نفوسهم المريضة، عدم وطنيتهم، فسادهم، أخلاقهم، بالتالي هيك طرف ما يعرف يتعامل إلا عن طريق القوة. وفعلا من بداية الثورة لليوم هم أسلوبهم الوحيد هو الحل الأمني، وهذا حل يعني الأغبياء الجهلة اللي ما عندهم وعي ودراك يتعاملون به، يتصورون أنه هي القوة ولو الأذرع والتخويف والقتل هو الحل الوحيد للعراقيين وللشباب المنتفضة. وهذا هو ما أدري خطأهم، أنا أعتقد يعني ما أعرف، ما عندهم شخص ينبههم أنه هذا السلاح اللي استعملوه سلاح الحل الأمن أو القوة والقتل والخطف وغيرها، هذا السلاح أصبح متخلف يعني من العصور القديمة، انتهى هذا السلاح، هذه الطريقة انتهت، توقفت حتى بأوسط دول إفريقيا الأكثر تخلف. المشكلة أنه فعلا دول متخلفين، والمتخلف والفاشل والغبي ما له مستقبل. يعني الجد يريدون يستعملون القوة والسلاح ضد الآخرين، ضد الشعب كامل. أنا أعتقد هذه الأساليب انتهت، وما هو هي المشكلة، ما خلوا مجال أو باب للحل السياسي من البداية. والآن حتى لو يطرحون حلول سياسية، وبدأوا طبعا عمليا، بس هاي الحلول السياسية أصبحت متخلفة جدا، أصبحت قديمة، يعني الوقت والزمن والأفكار والقناعات انتقلت إلى مرحلة أخرى. بالتالي كل ما يفكرون به بحلول سياسية هي متخلفة وغير مقبولة ومرفوضة أصلا. بالتالي هم دائما متخلفين بأكثر من خطوة خلفنا، هاي هي المشكلة. وبالتالي راح يرجعون على نفس الحل الأمني بتقديراتهم، حل طريق مثلا هذا الدعوة للتظاهر المليونية بنصمة، يتصورون أنه طرق معينة ممكن أن يأثرون، ممكن غيره، والعكس أنا أعتقد. حتى أنصارهم بدأوا يتركوهم ويجون للثورة، يجون مع الشباب ومع المحتصنين. هذا غلطهم، غباءهم، جهلهم. واعتقد مثل ما قال الدكتور ضيفك انه حتى لو ما حققنا شيء، بس حياتهم ما راح تكون، تعاملهم، سياستهم، قناعاتهم، رؤاهم، احتاجهم ما راح يكون مثل قبل 11، ما ممكن، لانهم منبوذين عمليا، مكروهين، اعلامهم ما حد يسمعه، اساليبهم القديمه انتهت، أسلحتهم توقفت، وبالتالي ما لهم مستقبل في كل الأحوال. سيد عادل علي الناشط السياسي حقيقة، كنت معنا من بغداد، أشكرك شكرا
جزيلا لتواجدك ومشاركتك معنا. دكتور، فيما تبقى من وقت، عدنا سريعا إلى موضوع مقتدى الصدر. في اللحظة التي أعلن بها عن مليونية أيدته جميع الميليشيات التي كان يصفها بالوقحة سابقا، لماذا هذا التأييد والترابط فيما بينهم الآن في هذا الوقت؟ يعني هم الآن يستشعرون، وهذا أوامر إيرانية، لذلك يعني الأوامر الإيرانية واضحة. لماذا يعني هذه التظاهرة الآن؟ لماذا هذه الميليشيات التي كانت بينها كل هذه الخلافات توحدت بهذا الشكل؟ العامل الرابط أو المظلة التي يتوحدون تحتها إيران، واضح جدا. إيران لديها خصومة مع أمريكا ومناكفات ومواجهات، وتريد أن تصفي كل ذلك على ساحة العراق، والميليشيات خير من يقوم بهذا الدور على حساب الشعب العراقي وعلى حساب مكوناته وعلى حساب الوطنية والاستقلال والسيادة وكل شيء. وثروات العراق، العراق ساحة لتصفية صراعاتهم، وأهل العراق يدفعون الثمن. هذه هي الحقيقة. يصفها بالميليشيات الوقحة وانتقدها لأنه تنال من المتظاهرين، تنال من الثورة وتقتل، وانتقدهم في أكثر من مرة، وهم ذول المسؤولين عن قتل المتظاهرين واختطاف المتظاهرين. طيب كيف تدعوهم هؤلاء لكي يدخلوا لساحات التحرير، وتدعو الناس لكي يعني يسيروا وراءهم، وهم ذول اللي قتلوهم واللي خاضوا بدمائهم واللي اعتقلوهم واللي اختطفوهم واللي نكلوا بيهم واللي تحدثوا عنهم بلغة من أسوأ ما يمكن؟ كيف يعقل هذا؟ إذن هناك أوامر. ثانيا، أنت تغرد من قم لماذا؟ يعني هي الوطنية ليست قميصا يلبس بالنهار ويزع بالليل. أنت لا وطني لا مو وطني. إذا أنت وطني فكل القوى، إيران أولها وأمريكا وغيرها، كلها خارج العراق. وأنت يجب أن تسعى إلى نظام وطني، إلى مشروع وطني يضمن لك استقلالك وسيادتك. يجب أن تنظف بيتك وترتب بيتك من الداخل، وهذه الثورة هي رايحة لهذا الهدف. فأنت تقف ضد الثورة، تعالوا كلا كلا أمريكا وتالي وكلا كلا إيران، ما يعني إيران ما ارتكبت شيء. دكتور، بهاي النقطة، يوم أمس كان معنا أحد الضيوف المحللين السياسيين، قال لو خرج شخص طالب بإنهاء الوجود الإيراني من الولايات المتحدة لقالوا عنه عميل لأمريكا. نعم. لماذا لا يقال هذا عن الصدر؟ وهذه إيران اللي يتحدثون عنها هذه ليست بريئة، يعني هي وضعت يدها بيد الشيطان الأكبر طوال هذه السنوات، ويتخادمون بالعراق. هل نذكر بأنه أول دستور بدعوة إيرانية ودعت كل أحزابها وقواها، وكلهم هم ذولا نفسهم، خلي يتذكروا من دعاهم إلى المشاركة، من دعاهم إلى المشاركة بالعملية السياسية، من يختار رئيس الوزراء في كل سنة هاي انتخابات، من مو السفير الإيراني والسفير السفير الأمريكي، من يشرف على كل شيء؟ هذه المعسكرات من الأمريكان مو موجودة، ليش الآن صارت عندما قتل سليماني صار الآن؟ طيب ما هو أول رئيس بالعالم كله يزور العراق بحماية الحراب الأمريكية هو الرئيس الإيراني أحمد نجاد. يدرون لهم هذا التاريخ واضح. من الميليشيات كلها تربت بإيران وجت من إيران وتدعمها إيران وسلاحها إيران. وكان كل القوى الإيرانية تقاتل تحت المظلة الأمريكية، مقاتلة سوء بالموصل وغير الموصل وبالرمادي، ما يعني صحيح. هذا الماضي يعني نسيت العالم ولا الذاكرة مخرومة ولا شنو؟ ما العالم تعرف هذا الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر تخادم بالعراق وعلى حساب العراقيين. وكل هذا الضيم وكل هذا القهر وكل هذا يعني الخسارة اللي تعرض لها العراق طوال 17 سنة إيران وأمريكا مشتركة بها. طيب الآن يعني إيران حمام السلام، وهذه اللي تسعى طوال تاريخها أن يضعف العراق لتتمدد على حساب العراق، ما له علاقة المذهب. لا تحكي لي عن مذهب وغير المذهب، هذا ما له علاقة. أنت باسم المذهب، قوة المذهب، تذبحني وتبوقني وتسرقني وتقتل أولادي وتستبيح كل ثرواتي وتستبيح كل محرماتي باسم المذهب، وأنت ببلدك لا يمكن لا تسمح لي أن أفعل أي شيء وأن حتى أنتقدك. ثانياً، أنتوا يعني هذا الدفاع عن سليماني ودفاع عنه، ما هو الشعب الإيراني الآن صار ضد، طلعوا وشققوا صور سليماني وسبوا الخامني، يعني عليش طالب العراقيين بما الإيرانيين رافضي؟ صحيح. هذه يعني عيب هذا الآن. عيب هذا القضية. أنت تريد أن بلدك مستقل وسيادتك مصانة، قف مع هذه الثورة. طيب. وانتمي إلها، وهذه الثورة بأهدافها راح تجيب لك مشروع وطني وتجيب لك حكومة وطنية، وما حد يقدر يتجاوز على استقلال العراق. هو استقلال العراق وسيادته مهانة لأنه أجراء يحكمون العراق. عندما يأتي
تأتي حكومة وطنية وفكر وطني ومشروع وطني لا أحد يتجاوز على العراق. دكتور، هناك من يرى بأنه بعد اغتيال قاسم سليماني والمهندس مقتدى الصدر مرشح لأن يكون حسن نصر الله العراقي، إذا صح هذا الوصف. والله ما أعرف، يعني هو حسن نصر الله خلي شوف شارة نفسه بلبنان، يعني ما هو اللبنانيين الآن يعني يشتمونه ليلة نهار وشوف شو مسوي بلبنان. نعم. والكلام هذا الفارغ وهذه الخطب عن المقاومة وقوى المقاومة ويهدد العالم وقاتل في سرداب ويخطب من وراء جامع مانع للرصاص، قضيته حزب الله اللي خاض بدماء الناس ومصايب كبيرة جدا جدا، خلينا نشوف، وماخذ مقاطعة هو وحده، يعني من يريد أن يمثل نفسه بهذا الحزب فهي كارثة كبيرة. دعنا من كل البلدان، أنت الآن تحدث عن مشكلك بالعراق، أنت كارثتك كبيرة بالعراق، أنت لديك بالعراق احتلال ومصيبة كبيرة، والنار اللي شبت بالعراق ممكن تنتقل إلى الجميع وانتقلت إلى الجميع. الآن على أهل العراق إن كانوا يريدون أن يقفوا مع الثورة، لأنه هذه الثورة هي حمامة السلام، هي التي ستطفئ كل النيران، وجايبة مشروع وطني تضعه على الطاولة وتشكل حكومة وطنية وتخلص البلاد من الفساد والخراب والهويات الفرعية والرايات الصغيرة والانتماء لهذا الطرف وهذا الطرف وتغول الطرف الإقليمي وطغيان الطرف الدولي وعدم احترام العراق والعراقيين ووصول الجواز العراقي قبل يوم ما دام بالمناسبة ثاني أسوأ جواز. هذا مين؟ هذا يدل على أنه هذه لا تتحدث عن فقرة أو مرفق معين وتعتقد أنه الباقي المرافق أو باقي الفقرات هي جيدة، أبدا، كل العراق خرب، وهذا من سوء العراق، من سوء الحكومات، من سوء الحياة العراقية. العراق أسوأ بلد، أكثر فسادا، أكثر خرابا. هذا مين يجي؟ ما له علاقة، أنتوا جيتوا 17 سنة، هاي تجربتكم تجربة رثة، تجربة حقيرة بكل 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 التفاصيل، لأنه أذت العراقيين، سفكة الدماء، سرقة العراقيين، نهبت كل شيء، رهنت إرادة العراق والعراقيين للخارج، حولت العراق إلى مقاطعات وجزر متباعدة، هذه الحقيقة. مدنة بخراب، حياة الخراب، وشباب بالخارج وصلت بهم الشباب العراقي يشمر نفسه بأي مركب خشبي ومطاطي بالبحار حتى يطلع إلى ليش؟ والعراقيين اللي ما يعرفون هذه ثقافة الهجرة ولا ثقافة ليش؟ العراقيين الآن لو تدور بالإسكيمو تلقى عراقي، لماذا؟ ليش هذا ما يسألون نفسهم لماذا؟ إذا كان البلد مزدهر وحر وديمقراطي وحلو وببناء، ليش رايحين؟ ليش رايحين للخراب؟ ليش رايحين لهذه الحياة السيئة؟ لأنه البلد وصلوا إلى هذا المستوى، لذلك هذه الثورة خرجت برؤى وطنية، براية واحدة، بقلب واحد، بفكر واحد وأهداف واضحة لتخلص العراق بمشروع وطني من كل هذا الخراب. فمن يريد أن يكون وطني ليروح للقوم ويوقف ويا الميليشيات الوقحة وغير الوقحة تقتل الناس، لا، يجي ينتمي لهؤلاء، ينزع هذا القميص، قميص الميليشيات وقميص المعرف منه، ويلبس القميص الوطني فعلا ويقعد وياهم بالساحة ويحققون كل شيء، ويجي المشروع الوطني ولكل حق ذي حق حقه، والبلد يعيش، والفاسد يروح للمحاكم تأخذ حقه من عنده ويرجع لوجه العراق، ولا إيران ولا أمريكا ولا غيرها ولا إسرائيل ولا كل الدنيا تقدر تحارش بك، هذه الحقيقة. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي معنا في الاستوديو، ونشكر كذلك مشاهدينا الكرام السيد عادل علي الناشط في التظاهرات كان معنا عبر الهاتف من بغداد، وشكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، إلى اللقاء.